يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. بنوصل معاكم دلوقتي لتاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، والحقيقه مشرفانا في الاستوديو سيده دخلت تاريخ الرياضه الافريقيه والمصريه باعتبارها اول رئيسه نادي منتخبه من قبل الجمعيه العموميه بعد انطلاقتها الرائعه مع نادي النصر. جه اختيارها طبعا ضمن كتيبه الكوماندوز وتولي مهمه ترتيب الاوضاع داخل اتحاد الكره بعد خروج منتخب مصر من نهائيات كاس افريقيا 2019. تولت واحد من اهم وابرز الملفات في الجبليه، ملف الكره الخماسيه بما له وبما عليه الحقيقه، بالاضافه الى ملف الكره النسائيه. طبعا ده بطبيعه الحال هيكون جزء كبير من محور حديثنا معاها، كل طبعا ده واكثر سيتم فتحه كملفات مختلفه مع ضيفتنا العزيزه الدكتوره سحر عبد الحق، وهي عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم وأيضا المشرف على الكرة النسائية. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، سعداء بوجودك معانا، وألف مبروك لنادي الأهلي ومبروك لمصر، كلنا فرحانين طبعا. مبروك أكيد لحضرتك. الله يخليك، أهلا بيك. طبعا ملف كرة القدم النسائية يعني بادئ زي بدء كده، لازم نقف عند تفصيلة إن حضرتك شايفة إن كرة القدم النسائية من حيث المبدأ في العالم كله بشكل عام وفي عالمنا العربي بصفة خاصة مش واخده حقها. هو طبعا الملف مشكلته انه مرتبط بالشخص اللي موجود في الاتحاد. فايام دكتوره سحر الهواري كان الملف لا، في شغل وفي دوري بيشتغل وفي منتخب. فتره كبيره قوي منذ غيابها ما فيش اي نشاط للمنتخبات، بالعكس احنا كنا مصنفين، طلعنا بره التصنيف، ابتدى الدوري يبقى ضعيف، ابتدى ما يبقاش في حافز للبنات بتلعب دوري فقط. فعشان كده ما كانش مرئي وكان الإعلام بعيد عنه تماما. فطبعا ملف الكرة النسائية احنا ابتدينا عملنا منتخب تحت العشرين ومنتخب الأول، وابتدينا ننتقي من الدوري البنات. بس أنا كان كل فكري إن الأندية اللي في الممتاز لو دخلت هيبقى فيه طبعا رؤية كويسة، وخصوصا إن النادي الأهلي والزمالك يعني لو دخلوا أكيد الكرة النسائية هيبقى لها شكل ومنظر تاني خالص. بطبيعة يعني الحال حضرتك بتقولي ننتقي، طب هل المتاح كافي أو المعروض إنجاز التعبير كافي؟ طبعا هو حضرتك وإحنا بننتقي لقينا السن 14 و15 سنة فوق الروعة، لأن هم متأسسين وبادئين في أكاديميات وفي اهتمام كويس جدا، وأندية يعني إحنا مثلا الطيران ووادي دجلة ده الأهلي والزمالك للكرة النسائية، هتلاقي عندهم احسن العناصر. في بعد كده انديه تانية بس هي اكاديميات اللي هي كفر سعد وبشتيل، دي انديه اكاديميات برضو عندهم بنات كويسه جدا ومعظمهم عندنا في المنتخب. فالبنات كويسين جدا، مفيش طبعا انتم مش عارفين الاحداث كلها لان مفيش القاء الضوء، الشركه الراعيه برضو ما بتهتمش، لكن دلوقتي ابتدت تهتم وهي معانا في المنتخب على طول في التدريب. الشركه الراعيه مش مصدقه ان كل ده بيحصل وان الجهاز الفني قوي وان البنات دي بالمستوى ده، فان شاء الله انتوا هتشوفوا بعد كده كره نسائيه محترمه. انا طبعا كنت اتمنى ان النادي الاهلي يبتدي السنه دي، بس كابتن زكريا نصف قال احنا هنبتدي باكاديميه ان شاء الله السنه الجايه يلحق بينا. عايز اقول لحضرتك ان نادي البنك الاهلي انضم لينا، ادي دوري ممتاز. نادي الجونه انضم، وطبعا عندنا وادي دجله، كل الانديه دي في الممتاز.